ورحمة الله وبركاته يا طلبة، أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله جينا في هذا الفيديو الجديد والمتمثل، هل أختار النثر أو الشعر؟ وراني درت من قبل هذا الفيديو ورايح نزيد نوضح، أسكو تخير النثر ولا تخير الشعر؟ لأنه كاين بزاف طلبة يقول يا أستاذ واش نخير النثر ولا الشعر؟ رايح نفك الجدل بين النثر والشعر. إجابة الشعر راني قلت لكم غير مقيدة، الإجابة الشعر في البناء الفكري غير مقيدة على عكس النثر إجابته مقيدة، يعني ما تقدرش تدي 10 على 10 في البناء الفكري تاع النثر. بار كونتر الشعر تقدر تدي 10 على 10، ليه؟ لأنه إجابته غير مقيدة وتقدر تحلل وتقدر تمد أفكارك. لأنه في النثر حذاري أنك تهز كوبي كولي من النثر وتحط في الأسئلة تاع البناء الفكري، راه يعطيك صفر. حاجة ثانية لازم نشدد عليها ونصيحة، هو أنه اللي يعرفوا اللغة العربية وروحوا ديروا الشعر مباشرة، واللي ما يعرفش العربية وضعيف في العربية روح دير النثر واقرأ التقويم النقدي واحفظ التقويم النقدي على وعسى تدي 10 11، لأنه راكم شفتوا العام اللي فات اللغة العربية اللي راحوا للنثر كومبلي داو 6 7 8، بصح اللي داو الشعر داو 14 داو 15 داو 13، نتائج شوي مقبولة، مي النثر نتائجهم متدنية. علاه؟ لأني قلت لكم الإجابة تاعو مقيدة، تروح غير للأساتذة اللي صحوا اللغة العربية وتسقسيهم تقول لهم شكون اللي دا خير، اللي طرقوا للشعر ولا اللي طرقوا النثر؟ دوك يقول لك اللي طرقوا للشعر داو خير من اللي طرقوا للنثر، بالتالي اللي يعرف العربيه يروح يدير الشعر، واللي ضعيف في العربيه يروح يدير النثر ويحفظ التقويم النقدي تاع النثر. واتمنى يكون الفيديو مفيد لكم، لانه اللغه العربيه معامل 6 للشعب الادبيه. اما الشعب العلميه راه يعطيكم البناء الاول على 12 نقطه والبناء الثاني على 8 نقط. دائما 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 شعبة العلوم التجريبية يجيكم اللغة العربية سهل، على عكس شعبة أدب وفلسفة يجيهم شوية صعيب. كما العام اللي فات كانت نتائج النثر يعني كارثية، وبالتوفيق.